انتم تسمعوا في راف ماج الموسم السادس مع رفيق بوشنير. 58 دقيقة مواصلين معكم بالأخبار بسبب السيدة اللي هربت من الحجر. تأجيل زواج تفاصيل مع سندريلا. يلا مالوغوزمون العروسة هذه ظهر لي ما عندهاش الزهر جملة، إن شاء الله ربي يعوضها خير. بسبب الطفلة اللي هربت من الحجر الصحي تأجل عرس العروسة اللي حضرت لها، هي مشيت لها للوطية يا أخي، من بعد فاقوا اللي هي ما وقعدت معاها وحكيت معاها، دونك فرضوا عليها الحجر الإجباري في دار والديها. التوانسة بالطبيعة علقوا على خبر هذا وكتبوا هذه عدوتها مش صاحبتها، ما لا جرى اللطف. فما اللي قال حرام عليها نخصت لها فرحتها، واللي كتب شفت كيف الأنانية والجهل يطغى على الإنسان وين تنجم توصلوا، واللي قال أنا كان صارت لي نمشي نشكي بها ونوفى بالتعليق هذا، قال لازم تتحاسب هذه مضرة وكان لازم تطلب تعويض. مستفيد باش تحاسب مراد بالقانون وي هي ما قاعدين يتبقوا ولا ضيعنا الفتلة احنا هو ما تعرف ديما نرجعوا رفيق نفس الاشكال مع السلطات الامنية. راوا السلطات الامنية تقول لك انا اخويا نقاوم في المجرمين ونقاوم في النشالة ونقاوم في الحرامية وقاعد نشد في الناس اللي تعمل في الليبراكاج والناس اللي قاعدة تسرق في الارزاق، يقول لك انا باش نشد واحدة عمرها 29 ولا 28 سنة من الاخر ايديها ليست ملطخة بالدماء ومعناها بنت عائلة ولقى إنسان يقول لك ماهيش أولوية. وراه زادة معناها الأمن والقضاء يلسون ديبوردي، ما نحكيت توشار التالي مع مسؤول أمني كما حكيت اللي توقف الناس في الوقت الحظر وتهزهم للمركز، يقول لك ماهيش أولويتي أنا، ماهيش أولويتي، ما عنديش أنا باش نتلاب القضايا اللي التوانسة يعتبروها أخطر. ما تنجم تكون كان قلة مسؤولية أنه المرأة هذية تمشي أنها تعرف روحها مريضة بالكورونا باش تنجم تفسد فرح متاع ناس، يا ودي حتى كان عندك شوية شك ما تمشيش، يعني باش تمشي حضورك زعما باش يعمل الإبداع، ما عنده ما يعمل حتى شيء، المفروض أنك تقعد وقت اللي عندك فترة متاع شك، خلي الناس تفرح على أرواحاتها وتكمل فرحة. هكا توا اليوم ما غصت الدنيا كل ودخلت 80 واحد في الحجر الصحي وبرا عادك المشكلة اللي عملتها للناس كل. شو اللامسؤولية متاع العبد ساعات وتصرف لامسؤول وأنانية، شنو تنجم تعمل معناها؟ هي على ساعة مشت حضرتها زعما باش تجامل ولا هي باش تفرح؟ فسدت لها فرحتها ونعرفوا ما معنى فرحة وتحذير متاع عرس بالنسبة للعائلات التونسية. وكان يدي أمي ما تحب تقوله لكم، راهو اللي باش يحضروا في اللوتية يجيبوا تحليلهم معاه من قبل، يبعثوه قبل بنهار لدار أميمة. هذا زدمان على أميمة هكا ما غير تحليل لي هذا ولا اللي قلت عليه. أنا ظهر لي رفيق سامحني باش نعمل كيفك، زياد ما باش يعرس باش يعملها عرفت 1 تو 1 ماهيش باش يجيب حتى حد. لا لا علاش 1 تو 1 الوطية نتاعك 1 تو 1 لا لا الوطية راه مازلت ما حددتش ما نعرفوش يا في اوت يا في مازلنا ما نتجلى ان شاء الله ان شاء الله باللباس الجربي ونبدا نتجلى وفحج على الحوته يا عروسه وين تحفتوا السما. اما في علاقه بالشهاده الطبيه، والله اتصل بي البارح مواطن تونسي قاتل في فرنسا قال يا راف والله ستكون الكارثه، الشهادات اللي يجيبوا فيهم ب 10 اورو 15 اورو كلهم مضروبين. قال لي هاو انا اعطيني 24 ساعه انا بعث لك شهاده على الواتساب فيها اسمك انت رفيق بوشناق من طبيب مطبوعه من سبيطار غادي في فرنسا لقاو خيط ابارامون، وقال لي تو انا بعثها لك اللي انت ما عندكش لا كورونا والحاله الصحيه نتاعك مريقلة. دونك نستناو زاد خطر كبير في علاقه بمشكله لي سيرتيفيكا اللي ياخذوا فيهم التوانسه. الاخبار الاخير حتى بكر بن عكاشه على قناه التاسعه يجيب البارح علي الويتي تفاصيله. اللي توحشني علي الويتي ونعرفوا قداش من مسلسل نجح فيه بكتاباته، منهم الخطاب على الباب، واللي الخطاب على الباب ديما تقعد هكا تقعد فتره ويعاود يهبط الاخبار يقولوا انه باش يكون فما جزء ثالث لمسلسل الخطاب على الباب. علي الويتي يجاوب، خلينا نسمعه. وطلع العمل حلو عجب الناس على كل حال، فهمتني؟ بعده هو في شك معناها جات حكايه الخطاب على الباب الخطاب على الباب واحد والخطاب على الباب اثنين وبعد طلبوا منك ثلاثه قلت لهم لا طلبوا منك ثلاثه قلت لهم لا لا قلت فيه يلزم الفنان يعرف وقتاش يقف. قال يلزم الفنان يعرف وقتاش يقف، التعليق كانت هكا احسن كلمه قلتها، يلزم الفنان يعرف كيفاش يخرج من الباب الكبير. فما اللي لاموا قالوا علاش يا سيلويتي حرمتنا من كتيبتك وابداعاتك وخطاب على الباب، كان ينجم يكون فما ثلاثه واربعه كيما باب الحاره. فما اللي قال مسلسل خطاب على الباب مسلسل حلو اما كان يتعمل جزء ثالث باش تضروه، واللي قال يعطيك الصحه احسن ما عملت، واللي طالب بعوده علي الويتي وين قال له علاش ما ترجعش تكتب ولا علم جيل جديد حل ورش متاع كتابة خلي يستفيدوا من تجربتك. ونوفى بالتعليق هذا الفقر في الأفكار خلينا ديما شادين في الأعمال القديمة.
هذه من الحاجات اللي عمري ما فهمت علاش الناس هذه ما تعملش ديزاتوليي تفرمي. ما يطلعوش النقص موجود، معناها الناس كل شعربي ما فماش كون يكتب، ما فماش دي سيناريست لا في الدراما لا في الكوميديا لا في غيره. حتى مثلا مشي في المبادره هذه عملت ديزاتوليي فورماسيون تاع شهر ولا دو موا هذولي هبط على الصفحه نتاعو، ولكن اسامي كيما علي الويتي علاش ما يعملش الشيء هذا مراد؟ هو علي الويتي راهو في الاصل ما عنده حتى علاقه بالتلفزه، هو راهو انسان مثقف معناها رجل ثقافه. الناس نسيت انه علي الويتي زاد كان كتب اغنيات، كتب نصوص اغنيات نتاع انور ابراهام منهم نوار العاشقه سبيكتاكل اللي عام 88 اكتشفنا فيه من بها الكراولي مثلا. يبدو لي حتى الاغنيه المعروفه اللي كانت ريتك ما نعرف وين كان مانيش غلط كتابت علي الويتي اللي هي جينيريك يظهر لي كلمات علي الويتي كتب حاسي الاغنيه. هو ما حبش يدخل في السيركوي نتاع البرودكسيون نتاع التلفزه، وكل انسان معناها بتاتر المستوى نتاعو كان قوس في حياته راهو الخطاب على الباب ماهوش مؤهل. لكن اليوم سواء في السينما ولا في التلفزه اكيد، وانه المدارس نتاع السينما اولا يلزمها تكون دي سيناريست.